السلام عليكم أيها الأحبة، أينما كنتم لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والمحبة دائما. أيها الأحبة، الصراعات حول المياه صارت سمة بارزة في مجال العلاقات الدولية في العالم. غالبا ما تستخدم طبعا بعض الحكومات التي تمتلك دول يسموها دول المنبع، تستخدم ورقة المياه لتحقيق مكاسب، مرة تكون اقتصادية، مرة تكون سياسية، مرة تكون أمنية. طبعا خير دليل على هذا أو النموذج التطبيقي الواضح هو الجارة تركيا. تركيا طبعا استخدمت ورقة المياه كعامل ضغط على كل الدول التي تمر من خلالها مجار المياه، لعل أوضح مجريين هما مجرى دجلة والفرات. دجلة الذي يدخل من الأراضي التركية إلى الأراضي العراقية مباشرة، الفرات الذي يدخل الأراضي العراقية عبر الجمهورية العربية السورية. ملف الخلافات هذا طبعا شهد حالات مد وجزر كثيرة على مدى تاريخ العلاقات العراقية التركية. موضوع هذا اليوم هو موضوع الخلافات المالية بين العراق وتركيا في حلقتنا هذه التي حملت عنوان أزمة المياه، تركيا تلعب بمصير العراقيين. معكم على فاضل في التقديم وفي الإعداد الأستاذ الإعلامي قاسم العجرش، وفي الإخراج أحمد سلام. أيها الأحبة، كما اعتدنا أن نتناول أو نقرأ سوية مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان حلول لانخفاض مناسيب مياه دجلة والفرات، الكاتب نعيم الهاشمي الخفاجي. حلول لانخفاض مناسيب مياه دجلة والفرات، الكاتب نعيم الهاشمي الخفاجي. ثمة قانون دولي ينظم حقوق الدول التي تنبع منها منابع المياه، ينظم الحصص المائية التي يجب عدم المساس بها تقليلا لحد إلحاق أضرار بالبلد المعني. عندما بدأت تركيا قبل سنوات ببناء أكبر سد على ضفاف الفرات، اختار أردوغان أفضل وقت، وهو اندلاع دعم العصابات الإرهابية في العراق وسوريا. لذلك خلال عقد من زمان الإرهاب استطاع إكمال السد العملاق. هناك حقيقة هي أن دولا كبرى تدفع تركيا لتقليل نسب المياه للعراق وسوريا لأسباب متعلقة بصراعات الشرق الأوسط. لذلك المراهنة على المجتمع الدولي في إجبار تركيا أن تزيد من الإطلاقات المائية غير مجد بظل الصراعات الدولية، لأن نفس هذه الدول من مصلحتها خلق أزمات وزرع الكراهية ما بين شعوب المنطقة. أجدد الترحيب بكم، وانضموا معي للترحيب بضيوف الأكارم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسام الحاج حسين، مرحبا بك. سلام. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد حسن الساعدي، مرحبا بكم، ها ضيفين كريمين. أستاذ حسام، وزارة الموارد المائية العراقية تقول أن المياه التي يحصل عليها العراق من نهري دجلة والفرات سوف تجف في غضون 20 عام إذا لم يتم فعل شيء، وقد أصبحت حالات الجفاف والعواصف الرملية ودرجات الحرارة التي تتجاوز 50 درجة مئوية شائعة بشكل متزايد في العراق. أستاذ، وين راح نوصل أولا؟ اثنين، شنو الجهد اللي بذلته الحكومة بهذا التجاه؟ تحية طيبة لك طبعا. مرحبا بك ضيف الكريم أستاذ ومشاهدين قناتكم. تركيا استخدمت المياه كاستراتيجية تأخير مصالح منذ الأربعينات بعد قيام إسرائيل. تبلورت فكرة عند بن غوريون أنه من الضروري أن تكون تركيا وأثيوبيا هم حلفاء لإسرائيل. عندما سئل عن ضرورة هاي الدولتين قال لأنها تمتلك المنابع العظيمة دجلة والفرات، فاستخدامها يعني وصل إلى حد الثمانينات عندما تم بناء السدود. من بناء السدود العراق كان في حالة حرب مع إيران. أي دولة عندما تكون في حالة حرب ستكون ضعيفة طبعا، مناسبة يعني ماكو رد حقيقي على ما قامت بتركيا. المشكلة تحولت إلى التسعينات أثناء الحصار، كان العراق محاصر يعني.
بعدها تحولت إلى 2003 عندما أمريكا فتحت شهية تركيا نحو العراق ونحو البحث عن مصالح أكثر في العراق. يعني المصالح التركية في العراق كانت معدومة يعني تقريبا، بس قضية التركمان بعد 2003 لا انفتحت شهيتها، فصارت عندها أكثر من بنك لأهداف في العراق. لذلك استخدمت المياه، ملف مهم جدا بالنسبة لتركيا، تستخدمها في تحقيق أمنها القومي. يعني صور في أحد اللقاءات أنه ممكن تتفاوض يعني المياه مقابل حزب العمال. هي يعني ملف صعب ومعقد أصلا، يعني ماكو قوة تسيطر على حزب العمال الكردستاني. ولذلك هذه الورقة عندما تطرحها تركيا كأنما تطرح المستقبل. أحسنت. قضية ثانية، رد فعل الحكومات العراقية المتعاقبة كانت مو بمستوى الطموح ولا بمستوى التهديد. لأنه شوف، صندوق النقد الدولي يعتبر التحكم بالمياه من ضمن أمن القومي للدول. يعني مثلا إذا دولة أعلنت الحرب على دولة في سبب بسبب المياه يعتبر حق مشروع. ومصر يعني وصلت إلى اعتاب الحرب ثلاث مرات ضد أثيوبيا، هددت باستخدام السلاح، العالم كله كان وياها، ما حد ندد. ليش؟ لأنه هذا قضية أمن قومي، هذا تعطيش قتل. فالوجود الأمريكي حقيقة والسيادة اللي نعتبرها سيادة مو كاملة، يعني العراق مو دولة ذات سيادة كاملة حقيقة، يعني ما زالت تحت الاحتلال. هو أستاذ حسام يعني ربما يثير تساؤل آخر، هو يعني العراق موقع اتفاقية مع الجانب الأمريكي في حماية حقوقه، حتى من قبل إذا تعرضت هذه الحقوق للإنتهاك من قبل دول الدول، ما نهضت بهذه المسألة؟ طبعا شوف، بل أن الأتراك مصرين على المضي بسياساتهم على مرأى ومسمع الأمريكان. ليش؟ لأنه الأمريكان عندهم سلم الأولويات. في سلم أولويات الأمريكان تركيا أهم من العراق. جيد. يعني احتمال العراق يجي في ذيل القائمة. فأمريكا تلبي الاحتياجات الأمنية لتركيا. من ضمن هاي الاحتياجات الأمنية أنه ممكن لها أن تستخدم ورقة المياه ضد العراق وسوريا في تصفير مشاكلها الأمنية اللي هي تصدر. هي تتوقع أنه عندها مشاكل أمنية ناب تأتي من سوريا والعراق، الأمريكان أعطوهم ضوء أخضر باستخدام الماء كالسلاح ضد هاي الدولتين. لأنه هاي الدولتين أمريكا ما تقدر تضبط إيقاعاتها بالدرجة اللي ممكن تحقق المصالح التركية. سالم محمد، تركيا استخدمت المياه كورقة لتحقيق مكاسب في مختلف الاتجاهات، سواء كانت سياسية اقتصادية أمنية، حتى أنها كما أشار الأستاذ حسام ربطت بين المياه وقضية البككة في العمال الكردستاني. سلط لنا شيء من الضوء على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم مشاهديك الكرام، ضيف الكريم أستاذ حسين. مرحبا. طبعا تركيا استخدمت هذا الطريقة وهذا الأسلوب هي لتخفيف وطأتها في داخلها، خصوصا هي دولة غير نفطية، هي دولة فقط مائية، لذلك أرادت أن تصدر مشاكلها الداخلية مع مشاكلها الاقتصادية ومشاكلها السياسية إلى الخارج. قضية البككة أبعدتهم إلى الحدود العراقية، أدخلتهم إلى داخل الحدود العراقية واستخدمتهم كورقة ضغط على الحكومة العراقية لاستخدامها بعدين أمام المياه. أسلوب المياه حقيقة هذا أسلوب استخدمته الأتراك، لا يعني قريبا ترى، ليس يعني مو من زمان، أيام الدولة العثمانية وغيرها، وبعد سقوط الدولة العثمانية لم تستخدم هذا الطريقة، استخدمتها خلال 40 سنة أو 30 سنة يمكن. صحيح. قريبا جدا استخدمتها لضعف قواها الداخلية، لعدم قدرتها على مسايرة الوضع الإقليمي لها، لذلك استخدمت ورقة المياه لتكون ندا للورقة الاقتصادية. أبسط يعني أقرب مكان إلها اللي هو العراق. العراق بلد نفطي كبير وبلد العراق سوريا، لذلك قطعت المياه عن سوريا وعن العراق واستخدمت هذا. البككة حزب العمال الكردستاني استخدمتهم كورقة مثل ما قلنا، دفعت بهم اتجاه العراق واستخدمتهم كورقة ضغط بعدين تستخدمها للنقاش مع الحكومة العراقية إذا ضخ للمياه. لذلك نشوف أنه عندما يعني أنت رايح باتجاه أن الأتراك هم الذين دفعوا بحزب العمال بالتأكيد لجعلها ورقة ضغط باتجاه تفاوضية بعدين نتفاوض بها من خلال مع الحكومة العراقية ونستخدم المياه كورقة ضغط على حزب العمال الكردستاني. هسه هي هذه السياسة المتبعة من قبل حكومة أردوغان قبلها، هل هي سياسة يعني
مسبقة؟ هل هي مثلا من حكومة إلى حكومة؟ بالتأكيد سلمتها من حكومة إلى حكومة لضمان إدامة وجود الحكومة التركية وضمان الدولة التركية، لأنه هي قلنا مثل ما قلنا هي بلد مو نفطي، لذلك تعتمد على المياه لكون هي المنبع، وتعتمد على المياه لتكون سلاحا في إدارة اقتصادها وسياستها مع الدول المجاورة. طيب، هو احنا اللي نعرفه يعني من خلال قراءتنا للتاريخ أن اتفاقية لوزان التي يعني بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها وانهيار الرجل المريض، الرجل العثماني المريض، يعني وضعت شروط أنه عدم التنقيب، ممنوع التنقيب، ممنوع على تركيا التنقيب، ممنوع على تركيا استخدام البسفور ك يعني مورد مالي. ما يشيعه الأتراك الآن أن مضي بعد مضي 100 سنة على هذه الاتفاقية يعني نفاذها، وبالتالي من حقها أن ربما تنقب عن البترول، عن الغاز، عن استخدام البسفور. فما أعرف يعني شنو علاقة هذا الموضوع بقضية هي تعلم جيدا يعني. أنه هي ما عندها هاي الإمكانيات يعني لا تمتلك لا أرضا ولا مصادر للنفط ومشتقاته. الدراسات يعني تقول أن هناك الكثير من الآبار التي يمكن أن يرقب فيها على أي حال. أنا اللي يهمني بالموضوع شنو؟ اللي يهمني بالموضوع أنه لماذا تستخدم ورقة الماء مع أن هناك في شرعة الأمم المتحدة قوانين تنظم العلاقة بين الدول المتشاطئة. هي لا تمتلك شيء سوى هذه الورقة المياه حتى تحافظ على اقتصادها، حتى يكون ورقة ضغط باتجاه الحكومة العراقية. العراق بلد نفطي قوي ولديه مصادر يعني كثيرة غير نفطية، بالتالي هو يعتمد على هذا المصدر، لذلك يمتلك يعني يمتلك ورقة المياه للضغط على الحكومة العراقية لتكون مصدر تمويل إلى لإدامة يعني ربما سوف نجد خلال السنوات القادمة تلوح أما الماء وأما النفط. طبعا والنفط هم يجوز بأسعار مخفضة كما نستخدم اليوم مع الأردن، بالتالي تركيا تستخدم هذه الورقة للضغط بجانب طبعا يقال أن طموح الأتراك أكبر من أكبر نعم يعني هناك أطماع سياسية لها نعم. تطالب بأن يكون برميل الماء مقابل برميل النفط. الأستاذ حسام، مياه العراق يعني تبدد يعني أكثر من 20% من أكثر من 20 يعني ربما تصل إلى 50 أو 60% من المياه تذهب إلى الخليج العربي دون استثمار. صحيح. ونحن نشتكي على طول الخط. الحكومات المتعاقبة ما الذي فعلته بهذا الصدد؟ وين شنا نايمين يعني شنو؟ طبعا هذا سؤال حلو كلش. في أكو صحيفة تركية اسمها صحيفة شفقة، هاي قريبة من حزب العدالة والتنمية. في أحد مقالاتها يعني حول المفاوضات بين العراق وتركيا على مود المياه، يقول الوزير التركي أحرج الوفد العراقي من خلال قال له أنا هسه نوقف أنا وياك على السد ونطلق المياه، احسب ساعات يروح بالخليج. يعني هذا منطق عاقل يعني ابنوا سدود حتى احنا نمليها لكم بالمي، انتم ما عندكم سدود، ارضكم عدله زين، اني من اطلق المي ويروح للخليج شنو اللي استفادته؟ لا تستفيد منه ولا لا انت تستفيد منه، بس ربما تكون هذه كلمه حق بها بعض. احسنت، هاي حجه. لا هي مو تشوف هي الدول طبعا ما كل يوم دوله تعبر عن الطموح يعني الطمع اللي موجود عندها في بلدك ما تعبر عليه بصوره صحيحه، لكن هي تعبر عليه وراء الكواليس. مثلا هي تتحجج مثلا حزب العمال، انتم كافحوا حزب العمال، هو من يقدر يكافح حزب العمال؟ هو تركيا انت يعني البلد المستقر تركيا وتركيا وايران وصدام بوقتها كانوا والاكراد وياهم اربعه ما قدروا على الحزب العمال كل سنه اساتيد انت شرطه تقدر عليه يعني. اي فقضيه بناء السدود والمياه اللي تروح هدر طبعا مو بس الجانب التركي حتى الجانب الايراني مرات تبين انتم ما يعني ما عندكم هسه طلقنا لك المي يعني وين تخليه؟ تخليه بسطلات العراقيين شي يقولون طبعا يقول هذا انه الوزير العراقي جاء وقال مو احنا يعني اراضينا عدله يعني مو مال السدود يعني ما ينبني بها السدود يعني هسه مثلا الفرات وين تبني سد؟ السد لازم اول شروطه لازم يكون اكو جبل جبال تبني بيها حتى توفر. لكن ايضا هاي هم مو حجه يعني مو لكن اكو خزع اكو عمل باتجاه أحسن يعني باتجاه تخزين بحيره الثرثار الحبانيه عندنا حمرين عندنا المخزن هذا مو عموما هذا كله التسويق الفشل
يعني تسويق الفشل للحكومات العراقية يخلي تركيا تكون في موقف أقوى من عندنا حتى في المحافل الدولية. مناسبة أعرج على قضية بسيطة زين، في اتفاقية لوزان كان البريطانيين يمثلون العراق والفرنسيين يمثلون سوريا. صحيح. في مادة 19 أنا كتبتها بالمقال، اتفقوا ويا الأتراك يعني كانوا يعرفون بالمستقبل. نستكمل هذا بعد عذرا أيها الأحبة، تعالوا لنقرأ مقطعا من مقال آخر حمل عنوان تركيا والعراق صراع سيادتي والمياه، الكاتب حسام الحاج حسين. تركيا والعراق صراع السيادة والمياه، الكاتب حسام الحاج حسين. بمساعدة الولايات المتحدة التي احتلت العراق وشرق سوريا أعطت الحق لتركيا كونها ثاني أكبر جيش في الناتو وحليفا لواشنطن باستخدام جميع الوسائل الشرعية منها والغير شرعية لتلبية احتياجاتها الأمنية، حتى لو كان على حساب قتل العراقيين واحتلال أرضهم وتجفيف أنهارهم. ووفق الوساطات الدولية فإن تركيا ترفض الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة حول استخدام المجاري المائية للأنهار الدولية غير الملاحية، ولا توافق تركيا أيضا على إبرام أي اتفاقية دولية لتحديد حصص الدول في المياه بموجب مبادئ القانون الدولي. مرحبا بكم مرة أخرى، جد ترحيب بضيوف الأكاد أستاذ محمد. مناطق شرق الناصرية شهدت مناكفات عشائرية حول الحصص المائية، يعني بدأت هذه المشكلة تنعكس حتى على الجانب الاجتماعي العراقي. المحافظات، محافظات الوسط والجنوب، محافظات تعتمد على الزراعة، وهذا طبعا راح يثير حساسيات ومشاكل كبيرة. بالتأكيد. أنت هذا ما تشم بريحة أمريكية بريطانية هذا المسألة؟ ماكو، إن حركة المنطقة كلها هي تتحكم بها الأيادي الأمريكية. طبعاً إحنا عشان والبريطانية لا تنساها يعني. بالتأكيد الملف انتقل، يعني انتقل من الأمريكان وصار شراكة بين الأمريكان وبين الجنوب. هذا محل نظر. بالتالي يعني العشائر العراقية هي علاقتها مع الأرض وعلاقتها مع الزراعة، وأي إشكال مستقبلي هو يتم من خلال الأرض. وهناك يعني إشكالات حتى في داخل الأراضي الزراعية بين العشائر، العشائر الفلانية والعشائر الفلانية. لذلك أي مستقبل للعشائر هذه مرتبط بالأرض. عندما لا نجد ما بالتأكيد الزراعة سوف تتراجع، هذا يتأثر بمن يأثر على العلاقة الاجتماعية في بين سكان هذه المناطق وتحديدا العشائر. قضية منع الماء يعني عن هذه المناطق ربما به فجنبه، يعني هي درس أو دق جرس إنذار للحكومة العراقية بأن تعي حجم الخطر اللي يتسبب به خصوصا الجنوب. هسه ربما الشمال به قليل من الماء، يعني بعد عندنا سد سامراء ربما أكو فد ماء محصور، لكن من بغداد وانت نازل الماء انتهى، بدأ ينزل إلى حد للبصرة ينتهي، العمارة ينتهي، الناصرية بدأ كلش ينتهي. بالتالي إذا ما أكو حلول من قبل الحكومة العراقية من النقاشات وفود، وتكون الوفود جادة وتكون قادرة على الوقوف بوجه الأتراك، استخدام ورقة الاقتصادية كضغط، استخدام العلاقة الأمريكية البريطانية الأتراك كورقة ضغط ضغط على الحكومة التركية. بالتالي أكو عدة أساليب ممكن أن تتخذها الحكومة العراقية. العلاجات ممكن نبحثها في محور آخر يعني، لكن ما يتعلق بالفعل السياسي الذي يمكن للحكومة أن تقوم به تجاه أو في مقابل الفعل التركي. طبعا هو يعني إذا قلنا خلي نسد الحدود وخلي نطرد السفير وخلي هذا مو حل، خلي نقطع العلاقات الاقتصادية، وهذا لا مو حلول. هاي الحل، أولا نجذب الاستثمار التركي وهذا جدا مهم، ونساعد على إدامة العلاقة القوية بين العراق وتركيا، ونطمع الأتراك نجيبهم يعني شركاتهم رؤوس أموالهم. سيد محمد، الآن التبادل التجاري يصل إلى مستوى 20 مليار دولار بالسنة الواحدة، ايش تريد طمع بعد أكثر يعني. زيادة أكثر حتى نحافظ على مصلحة العراق. هذا معناه أنت يعني تقترح أنه نسلم الميزان العراقي؟ لا لا لا، لكن إحنا هاي العلاقات، علاقات البلاد ما دام هو استخدم الماء وهو بيده المنبع، هو المفتاح بإيده، إذن شلون أمامي طريقين، يا أما أنا أستخدم نفس أسلوبه وهذا راح تصير في المشكلة عندنا كبيرة كل كبيرة، يا أما أنا أستخدم السياسة وياه. هذه يعني هاي تتبع سياسة وتهدئة أساليب أسلوب الحكم العراقية في التهدئة مع تركيا. هسه ربما هناك أساليب سياسية أخرى يعني لم تستنفذ القضية السياسية بشكل كامل. أستاذ حسام، تركيا بنت 5 سدود في إطار مشروع الجاب الكبير، وهي تسعى لبناء سدين عملاقين أخريين. صحيح. جيد.
طبعا وهذا كأن هناك مسعى تركي لتعطيش كل من سوريا والإيران. زين، شنو الأهداف السياسية التي تنضم إلى الأهداف الاقتصادية؟ جيد، سؤال حلو. طبعا أولا خلينا نشوف شنو العقيدة التركية بالنسبة لدجلة والفرات. العقيدة التركية تقول بأن هاي الأنهر هي ملك صرف لتركيا. ما يخرج خارج الحدود احنا ما ملزمين به، وين ما يروح خلي يروح، ما لنا علاقة يعني. إضافة إلى أنه في معاهدة لوزان البريطانيين كانوا يمثلون العراق والفرنسيين كانوا يمثلون سوريا. حسوا بأنه في المستقبل أنه راح يستخدمون هاي الورقة، مع العلم ما كانت موجودة على بال أحد، أنه يعني مياه كانت متوفرة، ماكو لا مشاريع ولا هاي بحكم كون أن المنطقة كانت تحت السيطرة العثمانية، العثمانيين ما كانوا منفتشي. لكن حتى نوهوا بالاتفاقية لوزان أنه على تركيا أن تشارك جيرانها بالموارد الطبيعية، يخزون هاي المياه مثلا. لكن الأتراك سياستهم تغيرت بعد أتاتورك، بعد قيام إسرائيل. قلت لك يعني الفكرة انطلقت من إسرائيل، بن غوريون كان هاي فكرته طبعا، محاصرة الدول العربية من قبل الدول غير عربية من ضمنها تركيا وأثيوبيا. وكان هو يسد النهضة، أحسن، تركيا السد اللي صوب بضميمة خمس، أحسن. فهاي المعالجة اليوم أنا أشبه يعني تركيا مثل أثيوبيا بالنسبة للعراق والسوريا. زين، السد اللي سوته أثيوبيا شنو اللي استفادت منه؟ يعني معقول أنت على مود الكهرباء تعطش السودان ومصر مثلا؟ الحلول اللي مطروحة في هيج أزمة هو حلين. الحل الأول هو الحل العسكري، تهديم هاي السدود، وهذا طبعا حتى القانون الدولي وياك، واقدمت عليه مصر، حددت يعني حولت طائراتها للسودان. طبعا لكن امريكا تدخلت. بالنسبه لتركيا هناك حل، يعني الحل الاول هو الحل العسكري، واحنا ما عندنا هاي القدرات حقيقه. الحل الثاني هو تدويل القضيه، تدويل القضية، إيصال صوت العراق إلى مجلس الأمن، ولو تركيا محصنة نفسها دوليا بالمناسبة، لأن هي أنا أريد أن أناقش الموضوع من جانبه السياسي. هو من جانب السياسي، لا مو الحلول ربما نناقشها باستفاضة. أي جانبها السياسي، تركيا شهية انفتحت على العراق. يعني إذا قبل كان عندها مثلا القومية التركمانية، اليوم تفكر بالأكراد شلون تحاصرهم وتعاقبهم، اليوم تفكر بالسنة شلون تدعمهم، اليوم تفكر شلون تصير شريك للشيعة في القرار السياسي حقيقة يعني. فتشوف شهية تركيا تنفتح يوم بعد يوم. وانت بالمناسبة يعني ايش قد ما تنطيها هي تقول هل من مزيد، لان في السياسة ماكو سقف، يعني ماكو شيء يوقف عنده، مثلا ماكو فد يريد فد قضية معينة تطيها حتى تقدر تطمئن لتركيا. المنطقة منطقتنا منطقة غرب آسيا يعني دون أدنى شك شهدت بروز قوتين كبريين، اللي هي الجمهورية الإسلامية في إيران والجمهورية التركية. صحيح. ربما الموضوع إلى علاقة بتوزيع مناطق نفوذ مثلا. طبعا أكيد أكيد. طبعا شوف هاي الأتراك هنا يمثلون مخلب القطب بالنسبة لمن؟ المشروع الأمريكي الصهيوني. هو شوف هو ما تقدر تسميه حقيقة يعني ما تقدر تسميه. ليش؟ لأنه الأتراك مختلفين حتى مع الغرب. جيد. بالمناسبة أنت شوف حتى الغرب كيف ينظر لتركيا، هاي مهمة جدا. نعم. الغرب ينظر إلى تركيا بأنه دولة ذاهبة إلى الهاوية. نعم، يعني الغارديان، اللوفيغارو، الصحف الفرنسية دائما تتحدث أنه أردوغان شخصية مهووسة بالسلطة، انتهازي، براغماتي، متنمر، راح يأخذ تركيا إلى الهاوية. تركيا ذات الهوية العلمانية صارت هويتها مهجنة هجينة، يعني قدر يجمع بين الإسلام وبين العلمانية بطريقة هجينة، بحيث تركيا اليوم لكنها عذرا لكنها طريقة يعني تناسب الذوق الغربي، أن تتبنى أطروحة الإسلام الغربي، الإسلام الأمريكي المتنذر. لا لا، هو ما يطرح هذا الشيء، بالعكس. هو طبعا بالمناسبة أردوغان هو عدو للغرب، تقرأ الصحف الغربية شلون تتحدث عن أردوغان. نعم. أردوغان يعني العداوة إلها مطيات، إلها يعني مبرزات. طبعا. وين المبرزات؟ المبرزات مالته أنه يريد يكون هو الرئيس للعالم الإسلامي. جيد. أردوغان هو اليوم يصدر نفسه أن يكون هو الزعيم السنة في العالم. طبعا هذا مو بدافع عقائدي. لا 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 لا, 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 لا هو بدافع إمبريالي. تركيا دولة إمبريالية.
500 سنة هي إمبريالية كانت مسيطرة على العالم يعني بالمفهوم السياسي. فلذلك هو يريد يعيد أمجاد هاي. لذلك هو يبتز الغرب. بالمناسبة هو رجل مبتز يعني. يبتز الغرب بالملف المهاجرين، يبتز الغرب بالحركات الإسلامية اللي موجودة بتركيا مثل الذئاب المنفردة وغيرها اللي يديرها تركيا من تحت الطاولة. فالغرب يتخوف من عنده يعني رجل متنمر يعني يقولون هو شر لابد من التعامل معه. كذلك بالنسبة للعراق حقيقة أنا أتبنى الرؤية الغربية في رؤية أردوغان أنه الشر لابد من عنده. كيف نتعامل وياه؟ كيف نتجنب شروره؟ لأنه أطماعه ما توقف يعني. أنت بال 23 أنت راح تجيك رؤية ثانية لتركيا على العراق، تعتبر موصل وكركوك جزء من عده. شلون راح تدفع؟ شلون تقول انطيني مي هو يريد كركوك ويريد ويريد الموصل من عندك؟ يعني سقف طموحات تركيا عالي لا حدود بغداد للتاج. نعم نعم نعم. استاذ محمد، الكاتب يقول الخلاصة ان وجهة نظر تركيا قالها سليمان ديميريل عام 1983 وبصراحة تامة عند افتتاح سد أتاتورك، حيث قال المياه التي تنبع من تركيا هي ملك تركيا، والنفط هو ملك البلدان التي ينبع فيها، ونحن لا نقول لهم أننا نريد مشاركتهم في نفطهم كما أننا لا نريد مشاركتهم في مياهنا. شنو قيمة الاتفاقيات الدولية بعد؟ هي النظرية. شنو قيمة الاتفاقيات الدولية التي نصت عليها شرعة النظرية التركية الدول المتشاطئة ومالها؟ هي هاي النظرية التركية قائمة على أساس أنه أنا لا أعترف بأي مياه أو امتلاكك لنهر دجلة والفرات. ينظر للعراق هيك شيء. أنت ما إلك هاي النهرين وهذني ما أملاكي لأن أنا بلد المنبع. ثانيا هي ما تنظر إلى القصة قصة اقتصادية. طبعا هي سوت 22 سد صحيح 17 على دجلة وخمسة على الفرات. بالتالي هي ليس النظرة هذا مشروع القاب. أي هي مو نظرة اقتصادية بقدر ما هي نظرة سياسية تتحكم بالمياه وتتحكم بمصير الدولة اللي هي ينبع لها لكي لاحقا تستخدم هذا الضغط وتستخدم ورقة المياه في الضغط على العراق ويكون برميل النفط أمام ربما برميل النفط أمام برميل واحد من الجهات. وبالتالي والله بالتالي مقولة سليمان هي صحيحة. هذه النهرين هي أملاكنا ومياهنا ونحن نتحكم بها ونتحكم بمصير البلدان التي تذهب إليها. بالمناسبة لذلك نجد اليوم كيف يتحكمون بحصتنا، وإلا هم يفترض أنه أكو قانون دولي سابق بيننا وبينهم. هم بالمناسبة يعني أنا تابعت هواية يعني السفير التركي هنا في بغداد يرفض حتى مناقشة قضية حصص للعراق. لم نشاهد يوم اتفاقا بين الحكومة التركية وبين الحكومة العراقية، ماكو اتفاق موقع. صحيح. وعندما نسمح تصريحاته لا تتابع موجودة اتفاقيات يعني حصص ماكو حصص هو يرفض. نعم. لا يريد أي اتفاق بين العراقي وتركيا. ويعني هواي تصريحات أنا يعني راقبت تصريحاته وتابعت تصريحاته. هم يريدون أن تترك القصة عائمة ولا حدود ولا قوانين ولا اتفاقيات بين العراق وتركيا لضمان حصة العراق في هذا الجانب. يريدون أن تترك الأمور هكذا يتحكمون بالمياه لتحكم بمصير المنطقة اقتصاديا وسياسيا دون أن يقيدهم حدود مطلق عليها قيود وكذا يبقى يتحكم بمصير العراق اقتصاديا وسلاح المياه. أستاذ محمد حسن الساعدي، أستاذ حسام الحاج، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطع من مقالنا الأخير الذي حمل عنوان دجلة والفرات بين الحقوق المكتسبة والسياسة المائية التركية. الكاتب محمد حسن الساعدي. دجلة والفرات بين الحقوق المكتسبة والسياسة المائية التركية. الكاتب محمد حسن الساعدي. تعد مشكلة المياه من المشاكل الرئيسية للعراق كونها تحتل مكانا بارزا في صدارة المشاكل التي تواجهها الدول، إذ أن السياسات التي تتبعها دول المنبع أدت إلى خلق الأزمات بين الدول المشتركة، وتركيا من الدول التي تنتهج سياسة القطع في عدم السماح لمرور كميات كافية من المياه إلى العراق، وعلى الرغم من استحقاق العراق لكامل حصته المائية في نهري دجلة والفرات بوصفهما نهرين دوليين يخضعان للقوانين الدولية التي تحمي الدول المتشاطئة والمطلة على الأنهار في ضمان حصتها من المياه، تتصرف تركيا وكأن العراق ما زال في فترة الحرب في تسعينيات القرن الماضي،
وكما لو أن اتفاقية التعاون وأمن الحدود لعام 1983 التي فتحت الطريق أمامها للقيام بالعمليات ضد حزب العمال الكردستاني في الداخل العراقي ما زالت فاعلة. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وجد الترحيب بضيوفي الأكارم الأستاذ حسام الحاج السيان، الأستاذ محمد حسن الساعد. الأستاذ حسام، تحدثنا عن اتفاقية مساعدة، اتفاقات لم تكن بين العراق كدولة وتركيا كدولة، إنما كانت بين قوى تمثل العراق مع تركيا الدولة المنهزمة في الحرب العالمية الأولى. الآن بودي أن أتحدث عن أن هناك اتفاقية في العام 1946، اتفاقية في العام 1972، اتفاقية في العام 1980 جرت بين العراق كدولة مستقلة وبين الأتراك. ما قيمة هذه الاتفاقيات؟ طبعا اتفاقيات بينية، ما قيمة هذه الاتفاقيات إذا لم تجد طريقها للتنفيذ؟ سؤال حيوي جدا يعني. هاي الاتفاقيات قيمتها الحبر اللي صرفوا عليه. جيد. ما لها قيمة. جيد. حقيقة. لأن الأتراك، شوف الأتراك أذكياء. استفادوا من قضية. أنت من تدخل في معاهدة دولية راح تكلبش نفسك. مثلا. اليوم البرنامج النووي الإيراني. ليش عليه هاي الكثافة من المراقبة؟ لأن إيران دولة ضمن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. إسرائيل دولة ما داخلة في هاي المعاهدة. وهي دولة نووية. عندها دول. ليش؟ حتى المفتش العام للوكالة الدنيا غروسي، أوله الموضوع راح يضل، لكن أريد أقرب لك إياه. نعم، المقاربة. المعاهدات. نعم. فالغروسي قال إسرائيل غير خاضعة لضوابط الوكالة الدولية، يعني أصلاً هي ما داخلة ضمن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ما نقدر نحاسبها. تخريجه قانونية سياسية منطقية. لذلك تركيا كانت تتجنب أن تدخل ضمن الاتفاقيات الدولية فيما يخص الأنهر الغير ملاحية. طبعا دجلة وفرات من الأنهر الغير ملاحية، يعني ما بيها ملاحة. نعم. فما دخلت، لذلك الاتفاقيات البينية ما لها قيمة. المجتمع الدولي ما يقدر يجبر تركيا، لأنه يعني اتفاق بيني وبينك أنا أشمره بديل شو اسمه، لكن الاتفاقيات الدولية. لكن عفوا أستاذ، أكو جانب اللي هي ما نصت عليه قوانين الأمم المتحدة فيما يتعلق بالدول المتشاطئة. أحسن. يعني إذا كانت هذه الاتفاقات البينية غير ملزمة، فشرعة الأمم ملزمة، المفروض ملزمة المشتركة فيها. لا مو شوف، أكو قضايا. شوف أنت بالنسبة للدول إذا كانت متشاطئة يكون باعتراف الدول كلها. يعني هسه مثلا الأمازون، كل دول الأمازون معترفين بأنه الأمازون هو شريان الحياة في أمريكا الجنوبية. ماكو دولة مستحوذة على الأمازون. ما عندهم دمريل. ما عندهم إسرائيل. القضية تختلف بالشرق الأوسط. أنت اليوم في منطقة بورة للتوتر، كل شيء يستثمر بالسياسة، حتى الهواء يستثمرون بالسياسة. فلذلك المي، يعني بالنسبة قلت لك يعني اللي يتحكموا، شوف اللي صحيفة الجارديان كان عندها مقالة كلش حلوة قبل شهر قريتها، يقول اللي يتحكم بالمنطقة العربية ثلاثة دول غير عربية: تركيا، إيران، إسرائيل. وهذا الواقع مالنا. فتركيا في صراع النفوذ مع أمريكا، مع إيران، مع إسرائيل، لازم تستخدم هاي الورقة. فهي ما تكلبش نفسها بالاتفاقيات الدولية وباكر عقبة تروح للمحكمة تسوي عليها دعوة توقف السفير أو تسوي تأخذ، لأن هي أصلاً ما تعترف بأنه هاي التشريك وياه. كيف راح تعقد وياك اتفاقيات دولية؟ هي ما تعترف، تعترف بأنه هي المياه ملك خاص إلها، هي ما ملزمة تسوي ميت ست عسى ما يجف الدجلة والفرات يقول لك أنا ما مسؤول عليه، ماكو اتفاقية تلزمني. فلذلك مو من مصلحته أنه تقيم اتفاقيات دولية تدين نفسها في المستقبل. هذا الشيء منتهي من عنده. أستاذ محمد، سوريا عام 1989 وقعت اتفاقية مع العراق، نصت هذه الاتفاقية على أن تكون حصة العراق المائية في نهر الفرات 58%، لكن سوريا اضطرت مضطرة أن تخفض تدفقات المياه عبر هذه، لأنها تركيا بدأت أيضا تخفض، كانت مضطرة لهذا الأمر. لكن هذا الأمر أدى إلى جفاف وسط وجنوب العراق. أنا أؤكد على قضية وسط وجنوب العراق، هل القضية ممنهجة مدروسة
لو هي لا بالتأكيد يعني احنا قلنا قبل قليل قلنا انه هم النهر شمالا ممكن يعني عندنا سد سامرة وعندنا السدود اللي على الفرات يعني وضعنا يمكن جيد الى حد ما، لكن عندما عدى اقطع اي عندما نعم. اقطع عن الفرات وعن الوسط والجنوب طبعا هاي موتت الزرع وموتت المواشي وموتت الحياة في الجنوب العراق. فاعل وراء هذا شنو؟ بالتأكيد اكو مخطط للتحكم بمصير هذه المنطقة وخصوصا ان تقع تحت يعني تحت مطرقه التسلط استهداف لطائفه معينه. بالتاكيد يعني محاوله السيطره على هذه المنطقه تاتي من اهداف طائفيه بالتاكيد واهداف الدوله العثمانيه ما زالت. اردوغان ما زال لحد ان يتحدث بعقليه الدوله العثمانيه، يريد ان يطبق هذه العقليه على العراق وباساليب متعدده من خلال علاقاته، من خلال حتى التبادل التجاري والاقتصادي. قبل أيام العتبة الحسينية دزت مساعدات متنوعة إلى تركيا، شوف نظرتها إلى حتى المساعدات، طلبت ما رادت المساعدات، شوف شلون النظرة الدونية لل نعم ما رادتها فحص ودون إياها ومن نشأ ومن كذا ومن كذا، وهي مساعدات ممكن أن تتقبلها برحاب يعني بالتالي شوف النظرة. لذلك أعتقد أن العقلية التركية أو العقلية العثمانية ما زالت، إذا كانت هذه ديداً العقلية التركية. قبل مدة سمعنا الكثير من الساسة أقاموا الدنيا ولم يقعدوها أن الجمهورية الإسلامية تقطع المياه عن الأراضي العراقية، فيما أن نسبة المياه الداخلة إلى العراق من خلال إيران ربما لا تتجاوز 6% من واردات العراق ما تتجاوز بعد إذنكم يعني في حين أن النسبة الكبرى والعظمى هي تأتي من تركيا. طبعا هو المعلوم بعد إذنك يعني استكمل العفوين. رأينا أيضا في منصات الرمادي رفع الصور لأردوغان أي نعم وتطالبه بالتدخل. طيب لماذا ألجم الساسة الذين أدانوا إيران صاحبة 6 أو 5% ولم يدينوا صاحبة 65%؟ مو هي هاي العلاقات. احنا طبعا للأسف احنا يعني أردوغان تدخل حتى في السياسة ووصل إلى عمق القوى السياسية، شاهدناه كيف كان مؤثرا على بعض القوى، وشاهدناه كيف غير خريطة التحالفات حتى في داخل القوى السياسية، شاهدناه كيف أنه حتى تدخل في إيجاد التحالف الثلاثي وغيره وغيره من التحالفات التي تشكلت قبل حكومة السيد السوداني. بالتالي نرى أنه هناك حجيج إلى أنقرة من العراقيين من أساس العراقيين، وهناك يعني حتى أوامر وصلت من أردوغان لبعض القوى السياسية العراقية. للأسف هو هذا، احنا نتعامل مع هذه القوة ونتعامل مع هذا الواقع. اليوم عندما انظر انه اجد انه 6% مثل ما تفضل حضرتك هي جاية من الإيران، وإيران يعني هي خو بدها انه يكون هناك اكثر من 6% باتجاه العراق، لانه هي مياه مشتركة فبالتالي ممكن ان تغذيها وتغذي العراق، لكنه انا اكثر من 94% او 95 او ربما اقل بقليل ينبع من تركيا. ليش انا ما في يوم من الايام ذكرت تركيا انه تقطع الماء عني؟ ليش ذكرت فقط الجمهورية الإسلامية وهي تقطع الماء عني وهو لا يتجاوز 6%؟ صار انها على اهبة الاستهلاك قطع المياه للتعاون مع العراق في كل المجالات. طبعا اصبحت الجمهورية الإسلامية عقدة في كل مشكلة تصيب العراق. شكو مشكلة في داخل العراق هي سببها الجمهورية الإسلامية. زين خلينا نرجع على مشكلة المياه ونعالجها مع تركيا. زين تهريب العملة، تهريب العملة سواء مو موضوعنا، تهريب العملة يعني حوالي 90% من تهريب العملة عبر كردستان وإلى تركيا. ليش اليوم أنا كل تهريب العملة عن طريق إيران وفقط لإيران؟ ليش ما الحين أن الوقائع أثبتت أن تهريب العملة يتم من خلال أربيل كردستان وعن طريق تركيا؟ نعم. بالتالي ليش أنا ما أسلط الضوء الإعلام وأسلط على هاي القصة؟ زين ليش اليوم شافوا أكو طرق ترابية تؤدي، حتى قاموا المهربين ما يستخدمون الطرق العادية؟ نعم. نعم. طرق ترابية وعبور وتهريب الأموال باتجاه كردستان ومن ثم إلى تركيا. ليش هذا الازدواجية بقراءة وازدواجية بالمعايير باتجاه القضايا اللي تمس الجمهورية الإسلامية من كتر وتركيا من كتر آخر؟ سيد حسام، أكو بروتوكول أمني موقع بين العراق وتركيا في العام 1984 واللي من خلاله سمحت الحكومة العراقية للقوات التركية بدخول الأراضي العراقية بعمق 5 كيلومتر. طبعا هذا دفع تركيا للتمادي، لأنه أنت إذا تسمح بخمسة ربما تلقائيا تصل لـ 30 أو 40 أغلى، يعني أنت فتحت الباب.
وفتح الباب لا يشبه غلقة. طيب ليش دائما نسكت عن حقوقنا؟ لأن البعض يشير إلى أن التهاون في قضية صغيرة ربما يؤدي إلى التهاون في قضايا كبرى، فإذا ما تهاوننا على دخول الأتراك إلى عمق أراضينا بعمق ربما يصل في بعض المناطق إلى 30 كيلومتر يصبح من الهين أن نتهاون في قضية المياه. طبعا طبعا، تدري أحد مساوئ النظام السياسي في العراق شنو؟ إنه الولاءات تقفز على المصالح الوطنية، كارثة كبرى. اليوم أنت من تريد تفتح الملف التركي تلقى تواجد الأتراك في مناطق سنية كردية حقيقة، خلنا نحكي واقع تنشخص، احنا ما نستهدف ماكو صوت. يعني أنت مثلا يعني أنت عندك الحشد الشعبي موجودين في الموصل، موجودين في تكريت، وموجودين في مناطق أعطوا الدماء وهم عراقيين يعترضون على وجودهم، بينما القواعد التركية اللي موجودة في هاي المناطق العربية السنية بدعم من السياسيين ما حد يعترض عليها. هاي يفتح شهية تركيا، يعني أنا لو بدأ تركيا أوصل الكركوك شنو المانع؟ أكو مانع؟ لا صراحة، يعني عندي غطاء سياسي، عندي غطاء طائفي. بالمناسبة يعني الطائفية أحد أهم المحركات للإعلام في العراق. كل مواقف، كل المواقف اللي تطلق في هاي القنوات الإعلامية هي دوافعها طائفية مو سياسية، لأن لو سياسية كان يتناول الموضوع بصراحة، هاي لك وهذا إلي، هذا علينا وهذا إلنا، لكن هو يغيب كل إنجاز لك بدوافع طائفية. حتى 9% من المياه الإيرانية يسويها 90%، والتسعين بالمئة هكذا. هو الإعلام صناعة الغيبوبة، هو هذا فن صناعة الغيبوبة مثل ما يقول جوبلز، فهم دي بارعين في استخدامه، لكن هم ما يدرون أنه هذا الإعلام الطائفي وهاي القنوات اللي تدفع نحو شيء معين راح يخسركم بلد. تركيا ترى بالمناسبة تركيا تنظر للعراقيين على أنهم عراقيين، لكن تستخدم طائفة ضد طائفة لمصالحها. ولا هي من صدام سياسي لا أكثر، ولا ما يفرق عندها، ولا هم لا منحازين للسنة كعقيدة ولا هم منحازين لمصالح. بعد ابنك يعني على بعجالة بأقل من دقيقة، ما هي الوسائل التي يمكن أن نجابه بها الأطماع التركية حقيقة؟ بأقل من دقيقة، بأقل من دقيقة. أولا التدويل، هناك دول تكره تركيا وهي دول مؤثرة في مجلس الأمن وفي العالم ويعرفون الخطر. الثاني هو الموقف الموحد، لازم الموقف السياسي العراقي يكون واحد وإلا الجميع يخسر. ثلاثة الورقة الاقتصادية، الورقة الاقتصادية ما يقرب من لحد الآن ممكن، لكن المصالح شلون؟ الأحزاب الموالية لتركيا شلون تقبل؟ مشكلة كبرى. الأستاذ كاتب المحلل السياسي الأستاذ حسام الحاج حسين، كاتب المحلل السياسي الأستاذ محمد حسن الساعدي، شكرا لكما، كنتما ضيفين كريمين. أيها الأحبة، كتب معدي البرنامج الخاتمة التالية: خطوات مهمة لمواجهة قطع تركيا للمياه عن العراق. الخطوة الأولى رفع الشكوى لدى المنظمات الدولية لإلقاء الحجة عليها. الخطوة الثانية تهيئة وتعبئة الأمة للخروج بمظاهرات مليونية للمطالبة بفتح السدود. الخطوة الثالثة غلق الحدود والاستيراد والاستثمار مع تركيا على خلاف ما ذهب إليه. الخطوة الرابعة التهديد بضرب السدود كما فعلت مصر مع أثيوبيا. لذلك نحن بحاجة إلى خطاب القوة وقوة الخطاب. في أمان الله.